السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. بعد إعلان الكتلة الصدرية البرلمانية على لسان رئيسها حسن العذاري مقاطعة جلسة البرلمان التي يتم انعقادها الاثنين المقبل والمخصصة للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية، فإن جميع السيناريوهات أصبحت مطروحة والحديث عن الفراغ الدستوري والقانوني بات حاضرا بقوة، خصوصا أن الدستور أشار إلى مدة 30 يوما بعد جلسة التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه للتصويت على رئيس الجمهورية، وفي الوقت الذي أكد فيه برلماني أن جميع الخيارات مطروحة وتفاهمات اللحظة الأخيرة قد تكون حاضرة. أكد خبير قانوني أن الحسم سيكون سياسيا أكثر من كونه قانوني لتجاوز الخرق الدستوري.